قران. ايه؟ في شغلة مهمة ضروري إني أقول لك عليها. والله ماني مصدق اني سمعت صوتك يا روحي يا ابني. كل شيء طبيعي بالنسبة للجنين، بس لازم نعمل تحليل الدم. ايه عن جد، نحن لازم نعمل تحليل الدم. يا حبيبي، هي خافت يكون صاير له شيء، بس اطمني الولد منيح. اهدي جاهدة.